سانجانا، عن جد انت اجيتي؟ قصدي شو اللي جابك لهون؟ شو قصدك شو جابني؟ جيت لحتى اشتري حلو. انت اكيد مجنونه، بلكي حدا شافك هون. تعرف شغله، ما في حدا غيرك مجنون. قلت لك اجيت لهون لحتى اشتري شويه حلو، ولا بدك روح على غير محل واخذ طلبي من هنيك؟ عكلن حاجه تضيع لي وقتي. روح يلا عبي لي الحلو يلي طلبته. روح ماشي رح عبيه. استني برا شوي. شو ليش استنى برا؟ طيب استني هون. بدك حلو الزعفران؟ لحظه بس. اجاي لحظه، انا غيرت رايي، حط لي من الحلو يلي بتحبه انت. سانجانا خلص بلا هالحركات. ليلي شو بدك لحط لك؟ قلت لك شو بدي. شو اكثر نوع حلو بتحبه؟ هلا انت كثير بهمك شو بحبه وشو بكره؟ ايه طبعا بهمني. تعرف شغله، من لما فقت الصبح وانا عم باكل الاكلات يلي بتحبها انت. بدي انهي يومي بالحلو يلي بتحبه. بس ليش؟ عن جد انت ما بتعرف ليش عم بعمل هيك؟ لا ليش عم تعملي هيك؟ روح من وشي. طيب انا رح روح، تشاندو رح يضب لك الحلو بس يرجع. اجاي لحظه، انا ما بدي حلو، بس انا بدي شي تاني. تشاندو ما بيقدر يعطيني. شو بدك؟ بدي تجاوبني على كم سؤال. بدي اعرف ليش قلت لي انك رح توديني على البيت لما انا تركت بيتكم. اشتقت لي شي اجاي؟ سانجانا بترجاكي روحي من هون. لا اجاي، يعني قبل ما تجاوبني على اسئلتي اللي سالتها ما رح اتحرك من هون. سانجانا روحي لو سمحتي. قلت لك ما رح روح. خلص روحي. لا سانجانا. اجاي ماشي، بدك جاوبك صح؟ هذا هو الجواب. أجاي شو هالمزحة؟ حاج غلاظة، أنا ما بحب هالمقالب بنوب. مزحك صاير سخيف، مسك. بس هي مو مزحة، هي جد. Show.